انا ممكن اقول انشوده اني احب محمد. اتفضل. اني احب محمدا والله خير شاهدا، يا رب صل على المدى ابدا عليه مجددا. اني احب محمدا والله خير شاهدا، يا رب صل على المدى ابدا عليه مجددا. صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد في قلب كل موحد ذاق المقام الأحمد. فبسر نور أبي الهدى إني أحب محمدا، إني أحب محمدا والله خير شاهدا، يا رب صل على المدى أبدا عليه مجددا. إني أحب محمدا والله خير شاهدا، يا رب صل على المدى أبدا عليه مجددا. الفرحة على قلبي وعلى قلوب كل اللي سمعوكوا النهاردة. أنا بحبكوا قوي وبشكركوا جدا. شكرا يا حورية، نورتيني بجد. شكرا يا شروق، يا قمر، يا صغننة، انتي اللي مستقبلك ان شاء الله جميل قوي بإذن الله. أخيرا لازم تشكروا ماما، كل واحدة فيكم لازم توجه كلمة لمامتها اللي اكتشفت صوتها. قولي لماما ايه يا حورية؟ ماما طبعا يعني لو قلت كلام الدنيا كله مش هكفيها حقها واللي هي عملته معايا طبعا. بس من هنا احب اشكرها جدا يعني. ربنا يبارك لك فيها يا رب. انت يا شروق هتقولي لماما ايه اللي طول الوقت قلقان عليكي ونفسها ان انت تفكري بيها، هتقولي لها ايه؟ انا بشكر ماما قوي علشان هي حبت الموهبه بتاعتي، وهي دي موهبه من عند ربنا، ما فيش حد، كل الناس تتمنى اللي هي تمتلك موهبه طبعا طبعا. واكيد يعني انا المفروض كل الدنيا ديت ما تكفيش ماما، وانا بحبها قوي والله. يا حبيبتي وشكرا جدا جدا لماما. ربنا يا رب يبارك لك فيها ويبارك لها فيك يا رب. يعني شرفتوني ونورتوني. يمكن النهارده مش لاقي كلام اقول، اللي اقدر اقوله لكم ان بجد ولادنا يستحقوا ان احنا نهتم بيهم، يستحقوا ان احنا ناخد بالنا منهم، لان فعلا في مواهب حقيقيه ومحافظات مصر مليانه. النهارده كان معانا حوريه بنت الشرقيه وشروق بنت المنصوره وفايق غيرهم كتير وكتير وكتير، بس اللي يدور. عشان كده النهارده حبيت اقدم لكم نموذج ونحتفل معاكم بشهر رجب. ربنا يبارك فيكم ويجعل ايامكم كلها خير. خلوني اطلع فاصل وارجع لكم تاني.